خطيئة الشراهة، اللي هي في أكل كده ما تشوفه وما تعرفش تمسك نفسك قدامه هتاكل يعني هتاكل أكلة ما تعرفش تمسك نفسك. الكبدة والسجق عادي ممكن في أي وقت تاكلها. كبدة وسجق ماشي. إيه كمان؟ ومن أي حتة. ومن أي حتة. إيه كمان تحب تاكله؟ أنا أكلتي المفضلة كبدة وسجق. كبدة وسجق. ما أنت في رمضان مش هتعرف تاكل كبدة وسجق. الأكلة الوحيدة اللي أنا محروم منها دلوقتي الكشري الصراحة. الكشري. تحب تاكل كشري كتير؟ ما هو ما فيش كشري في رمضان. مفيش. يعني عاده رمضان ما فيهوش كشري. مفيش. لكن ممكن ولو كبده وسجق برضو يبقوا حاميين قوي في رمضان. بس عاده انا هعملهم في البيت الكبده والسجق. انت بتعرف تعمل كبده وسجق؟ ممكن عادي بخش على جوجل واجيب الوصفه واعملها عادي. بتطبخ يعني؟ انا شفت لك فيديو صحيح كنت بتطبخ. كنت بعمل عجينه طعميه سحور. صح. كنت انت واقف بتعملها. أيوة. بس العجينه كانت طالعه منك ايه؟ ايه جميله. لا مكعبره. ما فهمتش حاجه. كانت طالعه شكلها صعب قوي. عشان كنت ايه قلت لهم اعمل لكم طعميه بالجبنه وكده. فما جاتش بالجبنه. ما جاتش بحاجه خالص. يعني انت مالكش في وقفه المطبخ. طيب صاصة خطيئه الغضب، لما بتغضب بتعمل ايه؟ عندك اغنيه بتقول فيها كتر الزعل بيحول، صح؟ اكتر وقت ما بحبش في نفسي وانا اللي هو زعلان او انا متعصب، ده عصبي قوي، بتتحول. ممكن اكسر البيت. بتعصب قوي. بتعصب ازاي؟ احكي لي. بتنرفز يعني، ممكن اي حاجه تنرفزني. ايه اللي بينرفزك؟ ايه اكتر حاجه بتنرفزك وبتعصبك؟ ان انا مثلا افضل اوح مع حد في الكلام وهو يقتنع ان هو صح وانا مقتنع ان انا صح، فنفضل بقى نتنرفز بقى وانا افضل اكسر البيت، او انا وجاد واحنا بنتخانق يعني. بتكسر البيت. عادي. بتكسر ايه في البيت؟ الحاجات اللي هي الخفيفه عشان ما ندفعش اكتر من كده. انت بتختار الحاجات الخفيفه. ناصح برضو. ايه يعني ايه اكتر موقف حاسسك ان انت غضبان؟ يعني حسيت ان انت جواك غضب كبير. او انا بتخانق انا وجهات، ده الوقت اللي بحس فيه ان انا خلاص بقى. انت بتحبها قوي ما شاء الله، الله اكبر. يعني من كتر ما انا وهي ممكن نتخانق، انا ممكن يعني من قريب من كتر ما انا بتنرفز بقى عايز اوصلها اللي هي مش فاهمه، هي مش فاهمه ان هي فاهمه ان ايه صح. رحت رازع الباب بالرجل، لقيت الكالون بتاع الباب اتخلع من مكانه نفسه، بس الباب ما اتكسرش. بس الكالون اتكسر، الكالون اتخلع من مكانه. بس الباب ما جربوش حاجه. ما جرب. الحمد لله. الحمد لله. كان جرب تبقى مشكله كبيره. بس على فكره الستات بتحب ان انت ايه، عاده الستات تكبر دماغك. ما انا بعد كده راضيها وخلاص. ما انا كبرت دماغي بعدها رحنا متراضيين. طب وبلد متعيبه العصبيه وتعمل وبتاع، ما انت في الاخر هتكبر دماغك وخلاص. بص، البيوت اللي ما فيهاش عصبيه وما فيهاش خناقات يبقوا الاثنين عايشين مع بعض كده. بس انا اقول لك حاجه، الستات دايما ايه، خدها على قد عقلها، قولها انت صح. ده لازم. ايوه. والله ريح نفسك، هتحبك اكتر. مفيش مشكله، الموضوع في الاخر يعني بسيط. يعني انت اكتر حاجه بتخليك متعصب او غضبان ان انت ما تتخانق مع مراتك. لا، ان هو ايه، انا مش ان انا اتخانق مع مراتي. هي دي حاجه من الحاجات اللي بتعصبني، ان انا وهي نفضل نلوح مع بعض كتير. وفي حاجات تانية مثلا ان هو ايه، اكون انا عارف ان الحاجه صح وواحد يقول لي دي غلط، وانا عارف ان هي صح وهي صح،